وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من مكة المكرمة الزميلة لمياء موافي مراسلة التلفزيون المصري. لمياء أهلا بيكي، دعينا يعني في البداية تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر وأشعار والحضور بالتأكيد. بحييك من مكة المكرمة اللي بتشهد انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لوزراء الشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية من 62 دولة إسلامية. العديد من الموضوعات المطروحة التي طرحت هذا اليوم حول الغلو والتطرف ومواجهة الفكر المتطرف بكل السبل الممكنة. كنت قد أجريت لقاء أنا بالأمس مع دكتور عبد اللطيف آل شيخ وزير الدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قال أن مصر كان لديها تجربة في مواجهة الإرهاب، وأشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعاونه مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في نشر السلام في كل ربوع العالم، وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو منقذ مصر من الإرهاب. أيضا تحدث دكتور عبد اللطيف آل شيخ حول يعني قضية المواطنة، وقال أنه يجب تعزيز فكر المواطنة لدى كل مسلم وحب الأوطان، ويعني نموذج في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في حبه لوطنه. ثم يعني كانت الكلمة الوافية والشاملة لدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري الذي تحدث يعني عن الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا وكيف يمكن استخدام السوشيال ميديا بطريقة إيجابية وفاعلة من أجل نشر الدعوة والسلام. دعا دكتور أسامة الأزهري إلى نبذ العنف والتطرف، وقال لابد من توحيد الجهود الإسلامية لنبذ العنف والتطرف. أيضا تطرق دكتور أسامة الأزهري إلى قضية المسلمين والعرب الأولى، قضية فلسطين وغزة، ودعا يعني الأمة الإسلامية والجميع يعني، وقال أن الجميع يدعو لغزة من أجل نصرة غزة في هذه الأيام. يعني دكتور أسامة الأزهري تحدث أيضا عن قيم التسامح، وتحدث أيضا عن المواطنة، وقال أن العديد من الجماعات المتطرفة يسعون يعني إلى هدم فكرة المواطنة والانتماء، وقال أنه يجب على وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية دعم فكرة المواطنة والانتماء لدى الشباب ولدى كافة الأعمار. إليكم مرة أخرى زملائي في الاستوديو. لمياء موافي من مكة المكرمة مراسلة التلفزيون المصري، أشكرك جزيل الشكر على هذا العرض الوافي. انطلقت في مكة المكرمة فعاليات المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الفعالية انطلقت بمشاركة عدد من الشخصيات الإسلامية والعالمية يمثلون وزراء ومفتين ورؤساء مجالس وجمعيات ومؤسسات إسلامية وينتمون ل 62 دولة. على بعد خطوات من المسجد الحرام يجتمع 250 شخصية إسلامية من 60 دولة يمثلون وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والمفتين، وذلك لحضور المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي والذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية دكتور عبد اللطيف آل شيخ عقد مؤتمر صحفيا تناول خلاله أهم محاور المؤتمر، وقد حرص وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الإشادة بدور الرئيس السيسي في نشر فكر التسامح والسلام، وقال أنه استطاع أن ينقذ مصر من الإرهاب، وتأكيدا على النهج الراسخ للمملكة العربية السعودية في جمع الكلمة ووحدة الصف وتفعيلا لمبدأ التشاور والتعاون على البر والتقوى، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي تستوجب على المعنيين بالشأن الإسلامي المبادرة لحفظ الثوابت وترسيخها ومواجهة المتغيرات والتعامل معها بعلم وحكمة ورفق وتنقية الخطاب الديني مما ألحق به من الفهم المغلوط إما غلواً أو تشدداً أو جفاءً
أو انحلاء. وعلى منهج الوسطية والاعتدال قامت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الإمام الصالح الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأبناؤه الملوك البررة من بعده، وفي عهدنا الزاهر تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله. ممثلو وسائل الأعلام المحلية والدولية أكدوا أهمية المؤتمر في خدمة قضايا الإسلام ونشر قيم التسامح والاعتدال.